مامل كجبل كبنادر يا شاعين دوانا يهرجلين دونان عيدا مقلب كوده يولي بس كرسون تودا ما يستران تاي كواسي أو كهول جل يا جودة هانس كوزيدا مجال دا مقدشو نمع محمد بشير يا وربحين تان كسو درتاي مقدشو حلي مالمي قدم بيا مجال دا مقدشة كدعين فلال كده نأمان ككواسي أو قاركودا يحرك ذا الشباب كفلسي حرون تجرسار كذلك هيا قدوميها جبل كبنادر أهنا دقة مجال دا محمود أحمد نور ترسن أو كقيب جل يا برنامج كدرسين تا أو تضبط كي بمر لقو قبته magaalada muqdisho waxa uu sheegay in dawladdu ay ku hawlan tahay hirgelinta ciidamo tayaysan kuwaas oo lageyn doono dhamaan isgoysyada magaalada si loo adkeeyo amaanka marna waxa la sameyn doonaa biidnillaah ciidamo meel kasta ku sugan saldhigyo tayo leh oo ciidankeeda iyo qalabkeeda iyo gaadiidkeeda isgaarsiinteeda la مرضو حال السمين دونا اسكويس كستا اسكويس كستا وحيد انتاقيه مركا وحاهم شعب يهو وحال لغش قينا هايو وحاوه امنقي اني نوشي اني سيدة دوبر واقوم الهيدين وي هي المستقبل كلمه اني اللي يردي نوي وحال الربا مركا انا النغطين إن النغتين إن به إيه دقيه إيه قعنتي الشباب لقوات تقالمي لها وحاد ركتين إنا سوشو اكتين وحاد مقشين إنا سوشو اكتين وحاد ركتين دبنو وضنا إنا تقبتين هيا اللي نكدونا هيا inkastoo madaxda sare ee dawladda iyo maamulka gobolku ay qudbadahooda ku balan qaadaan in muhiimadda ay siin doonaan xasilinta iyo xoojinta amniga dalka ayaa taa bedelkeeda waxa wali caasimada iyo gobolada dalka ka socda dilal qaraxyo iyo weeraro qorsheysan kuwaas oo lagu qaadayo goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso nimca maxamed bashiir somali channel muqdisho